أهلا بيكو في اليوم الثالث من البراجماتيك سايكولوجي. مين اللي عايز يشوف حاجة جديدة؟ بالنسبة لنا النهاردة وإحنا اتكلمنا عن كل حاجة من امبارح، الحاجة اللي إحنا بنلبسها. ارفعوا ايديكم لو في اي حاجة محتاجين انتوا تقولوها، عايزين نعرف. ممكن انتوا عندكم كمان الميمو. سوزانة ابتدت تشتغل في حاجات كتير، ده او ده او ده، والحاجة اللي أنا استخدمتها إن هي مش هتخليني إن أنا أعملها. موضوع مضحك جدا، ده مضحك قوي. إزاي أسمح لنفسي إن أنا أكون نفسي والآخرين لا ما يكونوش؟ أنا ممكن أكون أنا لما أكون مع نفسي لوحدي، لما ببقى بركب حصانة، أو لما بتفرج على أفلام، لكن قدام الناس حد هيكلمني أو هيقولي، أو لما بقى في حضور شخص آخر حاجات برجلين فبتضحك. ما بيسمحوش ليه بوجهة نظرهم وأحكامهم وتوقعاتهم، ما بيحبونيش. كم مرة عندكم وجهات نظر ان انتم ما عندكوش اي اختيارات، ما عندكوش اي اختيارات ان انتم تكونوا انتم، او ان انتم مع ناس اخرين. وانا حابه ان انت تبقي عارفه ده، ان هو ده زي اختيار، ان في ناس كتير ان العالم ممكن يكون او زي ما يكون في المدرسه، كل حاجه بتقول ايه الصح وايه الغلط، وبعدين نكبر ويبقى ما فيش عندنا اي اختيار، وبعدين وجهة النظر بتاعتنا واحنا لازم نتبع القواعد. ممكن تقول لنا ايه اللي حصل؟ ازاي انا كسرت القاعدة دي؟ قبل ما اكسر القاعدة دي ما كنتش اعرف ان انا ما كنتش انا، لا ما حصلش لان انا كنت نفسي حقيقة. ربما كطفل كنت بعمل كل حاجة، لكن كان في حاجات لما كبرت وابتديت أروح المدرسة، وده بيحصل لناس كتير، كانت المدرسة مرحلة تنقية لوجهات النظر. المفروض تبقى عندك، مش لازم تبقى عندك كده، لكن كانت معظم الناس كده. ونحن نكبر كمان، كنت على وعي جدا بالناس اللي عايزه، الناس عايزه مني ايه، وكنت بعمل لهم اللي هم عايزين. عمري ما سألت انا ارغب في ايه، لكن انا لاحظت لاحقا ان انا كان عندي اصدقاء، وكل حاجه كانت طريقه كامله، وكنت قاعد في البيت مع الراجل المثالي والبيت المثالي والعمل المثالي، وكنت بشوف جيراني برضو بيبصوا كل حاجة بالنسبة لهم مثالية، وكانوا كويسين أوي. ليه أنا مش سعيدة؟ وما كنتش عارفة أنا هعمل إيه، ما كنتش عارفة أعمل إزاي، ما كنتش عارفة أنا عايزة أغير إيه. كل حاجة كانت بالنسبة لهم كويسة جدا. عندنا
عندنا أصلا حياة متشابهة، ليه مش كل، ليه أنا مش سعيدة؟ وسألت نفسي إن في حاجة عايزة تتغير، ولاحظت كان في حاجة عايزة تتغير. استنى لحظة، لمن أنا أمتلك هذا المنزل؟ لمن ينتمي العلاقات دي؟ لمن ينتمي الشغل ده؟ لمن ينتمي كل حاجة؟ هل ليا ولا للناس اللي حواليا؟ ليه أنا عايزة ده؟ لأن أنا كده أنا كويسة وهم كويسين وناجحين عشان أنا عندي كل ده. وبعدين عشت معظم حياتي للأشخاص الآخرين ولم ألاحظ ذلك لمدة طويلة، لأن أنا كنت مسمياها حياتي، ولأني سميتها حياتي قلت إن هو ده دي شخصيتي، ده دي حياتي، ده المساحة بتاعتي، الصندوق اللي أنا بتحرك فيه. وفي لحظة ما كان في حاجات كتير بتحصل في حياتي وسميتها إن ده مش، ودي ما كانتش حياتي، لا دي حياة الناس الآخرين، حتى الناس الآخرين عايزين يعملها. ودي كانت أول مرة كنت بسأل ماذا أحب أن يكون مستقبلي. ومعظم الناس ما عندهاش أي وضوح بالحاجة اللي هم نفسهم يعملوها أو الحاجات اللي الناس التانية عايزاها إنها منهم. وده من هنا بنسأل ماذا يعني إيه أكون أنا؟ اللي إزاي إيه هو يعني إيه إن أنا أكون أنا؟ في حاجات كتير هنا في حياتنا بتلاقيها وتسألي، ممكن تبصي تحت الحجارة، لكن انت عشان تكوني انت مش معنى ان انت بتقعدي ان هي بتتحولي فجأة، لكن في حاجات كتير بتقول ان هي ان انت مجرد انت هتعمليها هتبقى انت لحظا سعيد. هل حد لقى نفسه فجأة؟ لا ما فيش، لا مش الطريقة دي ما بتشتغلش بالمنظر ده. لكن أنا اتعلمت إن ده عبارة عن إن أنا أخلق نفسي في كل لحظة، وإن أنا لازم أمشي في لحظة، لأن في سهولة وإن أنا عندي اختيارات. حتى لو حد قال لي انت ممكن تعملي ده او ده، فنقول دي اختيارات كتيرة، وده اللي بدأت اعمله، وانا بدأت اشتغل فيه. ده مش حاجة بتخلص وبتنتهي. انت عاملة ميوت يا سارة؟ معلش الكلب بتاعي كان بيعمل بيها وهو بره. إن تكون أنت، أو أن تكون أنت، إن أنت بتروحي تبحثي عن نفسك، وأنت هنا كنت أنت، لكن أنت متغطية بشوية وجهات نظر وأحكام ومحدودية، لكن إحنا بنبتدي نبقى إحنا. ولما ببص على كده إن أنا أكون أنا أو أكون أنت، لما الحاجة ما بتبقاش خفيفة، لما تلاقي ان انتي مش انتي، الحاجات اللي بتحصل تحس ان هي بتتراكم فوق سوزانة. سوزانة بتعمل ايه وبتختار ايه في اللحظة دي عشان تفتح مساحة عشان تبص للاحتمالات المختلفة والاحتمالات اللانهائية. ممكن ابتدي اعمل ايه اللي انا ما بعملوش، وكنت اللي انا ابتديت ما كنتش بعمله، اللي المفروض كنت اعمله ان انا افكر فيه. لما تقابلي حد وتحسي باحباط، لكن انا مش، لكن ما اقدرش ابقى نفسي وانا لما بقى اشوف الراجل ده جنبي او الشخص ده معايا، او لما امي تبتدي، فانا مش قادره ابقى نفسي. الشيء الوحيد اللي انت ممكن تعمله ان انتوا تفكروا في الموقف ده، ليه ما اقدرش اكون نفسي؟ وتبتدي تحسي بدراما،
وبعض الأشياء ما تبقوش دراميين، تبقوا بالنفعيين أو براجماتيين، ما تقعدوش تفكروا في الحاجات دي لأنها تعني شيئين. مش لازم تبقى حاجات بتستفزك عشان تبتدي تعملي نفسك ليميتيشن أو محدودية. أنا مش هقدر أعمل كده. أنا ممكن أكون سعيدة لما أمي تكلمني، أنا ممكن أكون نفسي لما الأسرة تبقى حواليا. هذا الشيء إن أنا أكون براجماتي، مش إن أنا أكون إن أنا أكون كامل، وإن أنا أكون سعيدة طول الوقت. حتى الصعوبات في إن الواحد يكون مع حد قريبنا، خصوصا مع العائلة، هو كما يجب أن يكون هو ده حاجة فيها تحديات، إن أنا أكون أنا في وجود العائلة أو في وجود بعض الأشخاص. لكن بعض الأشخاص ممكن يستفزونا ويقولوا ويعرفوا يقول إيه بالظبط عشان يدخلونا في الواقع بتاع، عشان ما تقلقوش إن أنتوا مش هتبقوا تعملوا كده، ما تعملوش إزاي، ما منهاش أهمية لو حصل أي حاجة زي كده. أنا عملتها تاني، أنا رحت تاني لواقع الشخص الآخر، مش مهم أنا هغير. لكن اسأله ما كيف يكون هذا الواقع، إن هو أو هذا الموقف إن يكون هدية ومنحة ليكم. شوفوا مثلا إن لو أنت في حضور شخص ما كنتوش أنتوا وابتدى يستفزكم في عالمكم، ولهذا الموقف بالضبط اسألوا ما الإسهام اللي يكون هذا لي الآن، ما هذا الوعي المجاني، انتوا مش محتاجين تدفعوا لا دولار ولا يورو، ما هو الوعي اللي اكون عليه دلوقتي عشان يبتدي الناس تتغير، انا يبتدي يحصل فيه ازدهار، اي موقف فيه قاصرات انا بستخدمه لان هو ده منحة ليا. الاختيار اللي ممكن اعمله النهارده بالمناسبه، زي مثلا تقولوا شكرا على هذا الاختيار، انا مش هعمل ده لنفسي مره اخرى، انا هطلب من نفسي ان انا اكون انا مهما كان، حتى لو انا عملت كده عده مرات، انا هكون مع نفسي أو في طريقي لأكون أنا متى أكون أنا. وتاني مرة ما فيش حد كامل، ومن أحد الأشياء أحب أعملها ما أفكرش في الكلام ده، الجنون وفي الأحكام حاجة ما نقدرش نفكر فيها، لا حاجة تجاهلوها. لكن التجاهل مش زي التجنب أو نحط الحاجة على جنب، لكن التجاهل ان انا اكون على وعي بالجنون، لكن انا مش هعمله زي اهميه بالنسبه لي. ده جنون، فانا مش عايزه اغذي الجنون ان انا احط اهتمامي ووعيي ليه، لا انا احط اهتمامي ووعيي للسهوله والاحتمالات، عشان كده ما تفكروش فيها خالص. استخدموها كسماد لشيء أفضل، استخدموها كانطلاقة ومنصة لشيء بتقدروا تستخدموه في المستقبل. أحب أوي التحليل بتاعك ده أوي، شكرا ليك. ده ابتدى يعمل بالنسبة لي مساحة أكتر وواقعي أكتر. هنا في حد بيسأل الوعي اللي احنا بنعلم الناس ازاي يعملوه، معظمنا بيعملها من غير وجهة نظر، ازاي ابقى نفسي ومع الناس دي كلها. انت عملتي كده دلوقتي اهو مع كل الاختيارات والادوات، حتى لو لما بتقابلي حد بتحس ان انت اقل منهم، ان هم بتبتدي يبقى لهم اليد العليا، لكن انت اختيارك ان انت يبقى لك ان هم ليهم اليد العليا وانت تبقي الضحيه. اللي انا اعرفه ان لما بدات تجربتي ان انا ابين نفسي بغض النظر عن مين حواليا،
الموضوع كان زي ما ان انا بدأت اعلمهم تاني ازاي يتعاملوا معايا وازاي يستقبلوا مني بطرق مختلفة. في ناس في زي دين اخويا الكبير ابتدى مبسوط، يا اخي يعني انت هنا، انا بقيت مبسوط ساعات بحس ان هو اعلى مني، فانا بحس ان فانا بقرر ساعات ان انا بقل منه. لكن ممكن تحكي لنا عن العملية، ان انت تكوني واعية بان انت ازاي بتغيري وبتهزي حياة الآخرين بوجودك في الوعي، لأن ده شيء قوي جدا. هقول لكم لا تتجنبوا الألعاب النارية لما بتروحوا، كيف يمكن أن أسمح لنفسي، ما هي ما هو ال... ممكن ان انا اختار ان اكون اقوى جدا او احسن جدا، او ان انا اكون في او ان انا اكون في سلام. ممكن تسمح لنفسكم ان انت تكوني ما تكوني في اللحظه دي، ممكن تعملوا شويه العاب ناريه. لا تتجنبي الالعاب الناريه، هي قصدها هنا يعني المشاكل اللي هتحصل، اسمحي لها واستخدميها. لان مهما كانت الحاجات اللي بتحصل قدامك، لما بتبقي نفسك، ماذا لو كان هذا ده ماذا لو كان ده وعي، ماذا لو كان دوت، ماذا لو كان ده ان حياتي بتكبر وان انا بدخل في حياة الاخرين وان انا بيتم رؤيتي اكتر، ماذا لو كان شيء انتوا تقدروا ان انتوا تحتفلوا بيها، لو ده هل لو ده ممكن يبقى ممكن ايه اكتر، ازاي انا استقبل اكتر وجهات نظر، خصوصا في وجه الاحكام، ابتدوا استقبلوا كل حكم ده مجاملة، ده وده اللي بيخلينا نخرج بره احكام الاخرين وواقع الاخرين. ده شيء ممتع، وشفت ده عدة مرات في الماضي، كان في عدة مواقف في حياتي. أنا اخترت إن أنا أكون أكتر وإن أنا ما أخبيهوش، خصوصا مع علم النفس البراجماتي والكتب اللي كتبتها أو الكتاب كتبته اسمه علم النفس البراجماتي، أدوات واقعية عشان تبقي سعيدة بجنون. كنت بشتغل في عيادة نفسية وبكتب نوت، فجاري قال لي انت بتكتبي كتاب، وقلت اه يمكن يكون ده كتاب كتبته وخلص ومحدش قراه، حتى ما اديتوش لجاري او اي حد، اديته بس اديته لحد يغير ويشوف يعمله تصحيح لغوي، ومحدش اداني عنه اي فيدباك. وكتابتك كتبته من الشفافيه، ازاي نوصل لحياتنا، وازاي نوصل انا قابلت ناس كتير عندهم ليهم تشخيص، وازاي هم ممكن يتغيروا بالادوات دي. النوت كنت بكتب الملاحظات دي وحطيتها على جنب، ودلوقتي كل والناس كلها ممكن تقراها، لان النوتس دي كلها موجوده في الكتاب، وانا كنت بخبي وشي، مش عايزه اعرف اي حاجه من اي حد اقراه. أنا كنت متأكدة ده مش هيحصل في طريقة معينة بطريقة كويسة، لكن أنا عرفت أن لازم أخرجه. لكن برضو كنت بقول إن أنا أصلا مستعدة لعاصفة القاذورات، لكن ده ما جاتش. الناس كانت ممتنة جدا ولسه ممتنة، لكن في هناك مواقف أخرى
كان دي خطوة أخرى إن أنا نسمح للآخرين إحنا نكون من غير نعرف ومن غير ما نهتم بأفكار الآخرين، ويبقى عندنا سماحية إن إحنا نستقبل الأحكام وجهات النظر، وإن نبقى عارفين إن ده هيعمل إيه في العالم. وسألت بعد كده إيه المال ممكن أيضا إزاي أوصل هناك وإزاي ألهم العالم بمنظور مختلف. وكان في أوقات كتير كان الناس بتحكم عليا، وكانوا بيروحوا للسوشيال ميديا، واللي هو عاصفة القذارات اللي قلت لكم عليها، لكن أنا اتعلمت إن أول رد فعل اللي هو أو ماي جاد، ده شيء سيء. وبعدين قعدت أسأل نفسي إيه الهدية اللي ده ممكن تكون ليا، أو حتى إيه الإسهام. كان في قصة كده، إن أنا وجاري دخلنا رحنا عملنا في تلفزيون السويد انترفيو، واللي عمل معنا انترفيو واحد مذيع مهم، وأنا كنت ساذجة جدا في التعامل معاهم، إن هم عملوا إيه، هم غيروا الكلام بتاعنا وعملوا مونتاج بطريقة غريبة جدا، واتعمل على التلفزيون الرسمي في السودان في وقت بيك أو وقت الذروة، ما كانش اللي احنا قلناه، هم غيروه بطريقة مختلفة. وانا كنت طيب اوكي، احنا خلاص هنستعد لعاصفة القاذورات وهنعمل ايه. وبعدين قلنا ايه ده، ايه ما الحل لينا هنا، وايه هو ما هو ممكن ورا ذلك. واللي حصل ان هي جالها رسائل كتير، وكانت هي مصدقة ان هو تبقى مسجات رهيبة، لكن كلهم كانوا شكرا ليكي، ان الراجل ده اصلا ده شكله غبي، وقلنا ايه هو علم النفس البراجماتي، او واحد بس اللي قال ان انت لازم تموتي، وعروض زواج كتير. وعشان كده قلت لهم شكرا شكرا، وعشان وكتبت للريبورتر شكرا شكرا اللي انت عملته. وكان الموضوع بالنسبة لي مضحك جدا، لان الريبورتر بعد كده اتجازة والشو اتكنسل، وده حصل بيحصل من اختيارنا. يلا قولوا لنا يلا اللي انتوا بتعملوه، يلا هاتوا كل حاجة عندكم، وانا عندي ادوات كتيره في السايكولوجي البراجماتي اللي بيعتقدوا ان هم خطا، ومستنيين حد يلهمهم. ليه اعمل الاحكام دي مهمه بالنسبه لي، وده الاختيار اللي المفروض كلنا نعمله. ايه اللي بيخلينا نعمل كل الكلام ده؟ اللي بيخلينا كده انا بنغزهم شكرا ليكم وشكرا لاحكامكم، انا هعملها باي طريقه، ومش محتاجه اي كنترول من اي حد. اذا كنتوا عايزين تتحكموا فينا شكرا ليكم وشكرا للمعلومات، وما الممكن ايضا ما الممكن أيضا، وإحنا مش عارفين إن هو بالنسبة لنا مهم لكن نقدر نستخدمه. ممكن في حاجة نعملها، ازاي ده بيظهر لنا ازاي احنا ممكن نستخدم ونستقبل الاحكام. كل حكم بتستقبليه بتعملي فلوس اكتر، وهل نبقى في السماحيه لوجهات النظر والاحكام كلها؟ السماحية هو فن فعلا. السماحية هو كل حاجة، لا انت بتهاجميها ولا انت بتوافقي عليها، او ان انا خلاص انا بسمح لكم ان انتوا تبقوا معايا.
الناس بتقول إن السماحية هو زي التقبل، لأن التقبل حاجة أنت لازم تعمله، لازم إن أنتوا تتعدوها، لكن الألاونس إن أنت تحكموا عليا، لكن أنا لا هوافق ولا هعمل أي حاجة. هقول بس إن أنا وجهة نظر ملفتة، ما تقولوش لحد وجهة نظر ملفتة، ده حاجة ليكوا أنتوا بس، ده خلي ليكوا أنتوا بس، خليكم من سماحية، من شفافية، ده حاجة ليكوا أنتوا. أنا عارفة اللي أنا أعرفه عني، إن السماحية ليك أنتوا، السماحية مش أنا عارفة ده إيه، إنه السماحية لينا، إن أنا عارفة في اتجاه، إن أنا عارفة إن الراجل ده بيحكم عليا أو الشخص ده بيحكم عليا، لكن أنا بكون الشخص المختلف، السماحية إن أنا أكون أفضل، السماحية للآخرين إن هم يعانوا، لكن أيضا السماحية لنفسي إن أنا أكون أفضل ما أكون عليه، إن الطريق إن أنا أروح هناك في السماحية هي أداة الأكسس كونشسنس، وجهة نظر ملفتة، أنا عندي هذه وجهة النظر لأي حاجة تظهر عندكم في حياتكم. وأيضا إن السماحية مش معنى إن أنتوا إن الناس تحبطكم وتحطكم في أماكن مختلفة، السماحية هي ابعدوا عن طريقي، أنا هروح، إن السماحية إن أنا أتحرك. في حد هنا بيبص علينا، أنا بشوف هنا حاجات كتير، احنا نظهر هنا ونتكلم هنا في المحادثة دي، بنتي عندها بهاء كده صغير، وكانت خايفة قوي ان هو حد يحصل لها، حد يعمل لها بولينج او يعمل لها تحرش، فبتقول ان هي حبت ان هي تحط نقط، تحط أدوية، وبعدين قعدت اقول لها خلي بالك ابعدي احسن الناس هتبتدي تعمل عليك و... آه... يبتدي يعمل عليكي يعمل يعملوا لك تحكمات. لكن بعد كده جت من مدرسة بتقول ان هي سمعت مع ولد قدامها قعد يقول لها النقط اللي في وشك دي، قالت له دي ده اللي بيخليني مهمة وبيخليني مختلفة، لو انت بتتكلمي عن السماحية وازاي مش لازم ان انا اوافق على كل حاجة، ازاي اقف في وجه الحاجات دي، انت لو انت عندك احكام على نفسك، لكن لو حد حكم عليكي او بتبقي خلاص طلعي له لسانك وانت متضايقة، لو انت بقيتي اكتر لنفسك هتعملي ايه؟ هل ممكن تقولنا نعمل ايه؟ دلوقتي احنا اللي اترشح لنا من العالم ان احنا نقعد نغير العالم بالخناق، لكن الوضع مختلف، في المفروض يبقى في نعومه، النعومه هي دي اللي بتغير الطريق، بتغير المكان، زي ما بنتك قالت، ده اللي بنتك قالت، هتبقى مختلفه، لازم نبص ايه اللي هيخلينا مختلفين، كل حاجه تخلينا مختلفين نعملها، كل حاجة قالت إن إحنا لازم نحارب عشان نخلق أي حاجة، نخلق حاجة جديدة،
ايه هي النعومة والعذوبة اللي اكون عليها عشان ادور كل حاجة في المستقبل، واي حاجة حصلت في الماضي بتتغير. ممكن نعملها ثورة على الغضب، في حاجة مختلفة وانتوا عارفينها، ماذا لو تعرفتم عليهم؟ شكرا ليك النهاردة جدا. في هنا في الكومنتات، في احنا عايزين نتكلم، لان في اصلا هنا في كلاس جايين 17 18 19 بتسألها اونلاين، قالت لها هو اونلاين بس. عايزة اقول لكم حاجة، ابتدوا العبوا. هنحط هنا اللينكات ونشوف ان انتوا تبقوا هناك ايه المتاح ليكم، ما هو ممكن ايضا. شكرا لكم، شكرا شكرا لكم. شكرا لكم، يلا مع السلامة، باي باي باي.